أحبائي، في هذه الأيام لدينا كثير نقوله. سأحاول أن أختصر. العالم كله يتحدث عن الكورونا والخوف من الموت. دعوني أقول لكم، أنا أرى في الكورونا نعمة إذا شئنا أن نعتبر. قبل الكورونا كان العالم منهمكا في السعي وراء الأكل والمتعة وخصوصا في البلدان الغنية. البلدان الغنية وضعت الله على الرف وباتت تركض وراء المتعة واللقمة والسلطة والهيمنة على العالم، وكأن لا وجود لله ولا وجود للآخرين إلا لحكامها، والشعوب هناك تسير كالقطيع. نسوا أن الموت ينتظر كل إنسان، وأن الله سيحاسبنا على ما نفعل على هذه الأرض. الكورونا أعاد الإنسان، كل إنسان، إلى حجمه، ليعرف كل إنسان أن الموت من قلب الحياة. وإذا عرفنا أن نستثمر هذه الأزمة اكتشفنا ذواتنا والآخرين. نحن اليوم قابعون في البيوت، والكل يخاف من العدوى وبالتالي من الموت المهيمن. لماذا لا نحول الدقيقة التي نحن فيها الآن والعام الذي سيأتي والعمر كله إلى لقاء فرح مع الله والآخر؟ أعيش مع الآخر لا لأحول حياته إلى جحيم، ولا ليحول حياتي هو إلى جحيم. نحاول أن نحيا الحياة على الأرض كأبناء لله، أبناء تليق بهم الحياة، حياة محبة واحترام وتعاون فيما بينهم، لكي يحملوا هذه النعمة السماوية بأقصى ما يمكن من الحب والشكر لله والفرح للإنسان. هذا ما أود أن أقوله بشأن الكورونا. نقطة ثانية، نسمع الآلاف ممن يموتون بسبب الكورونا والعالم يهلع. أحب أن أذكركم بحقيقة هائلة يخفيها العالم. أحد كبار الخبراء في هيئة الأمم واسمه جان زيغلر كتب في أحد كتبه الأخيرة كتاب بعنوان أكثر الجدران مناعة تسقط من شقوقها. يقول في مقدمة كتابه إن كل خمس ثواني يموت جوعاً طفل دون العاشرة. مجموع ما يموت على مدار السنة 50 مليون طفل. هذا الرقم لا يدري به أحد. وفي عام 2016 توفي 54 مليون طفل من الجوع. من يتحدث عنه؟ أحبائي، ليتنا نكتشف اليوم الحياة في قلب هذه الأزمة، في البيوت، في الكنائس، في المساجد. الكنائس والمساجد أغلقت وأغلقت للضرورة. لما لا نحول بيوتنا إلى كنائس ومساجد؟ أنا أعرف عائلات تصلي في البيت. نحن الآن في ظرف الاستعداد لعيد القيامة، قيامة يسوع، يسوع بن سوريا الذي قهر الموت. لماذا لا نحاول أن نعيش هذه الفترة، وهذه الفترة نسميها أسبوع الآلام؟ نحن في سوريا عشنا سنوات آلام، لا أسبوع آلام واحد، سنوات آلام، وعشناه كلنا، اشتركنا كلنا في الحياة والموت والمقاومة والجهاد والحزن والألم والحرمان إلى آخره.
وعشنا كل لحظة يتهددنا الموت فيها، ولكننا وقفنا. شاء لنا الرب أن نقف، وستقف سوريا كما قام ابنها الأكبر يسوع المسيح. ستقوم سوريا وتكون عبرة للعالم. لذلك أتمنى عليكم كلكم أن تسعوا لتعيشوا هذه الفترة في شكر لله الذي وقف معنا، وفي استعداد لقيامة سوريا القادمة، وفي فرح ببعضنا البعض بدل أن نكيد لبعضنا البعض كما يحدث كثيرا، وأن ننكل ببعضنا البعض كما يحدث كثيرا. نحن نعيش على هذه الأرض فترة ونمر، لماذا لا تكون هذه الفترة فترة ضوء، فترة فرح، فترة طمأنينة، فترة سلام، فترة مشاركة لكل إنسان وضعه الله على دربنا، ونحن للآخرين الذين وضعنا على دربهم. وهكذا تكون القيامة للجميع، ليست فقط قيامة السيد المسيح، قيامة كل إنسان. من حق كل إنسان على هذه الأرض أن يحيا حياة تكون قيامة لكرامته، لسعادته، لحريته، لعمله، لمسؤوليته، له ولأسرته ولوطنه. أتمنى لكم أحبائي في هذه الأزمة فرح القيامة الآتية، وكل عام وأنتم بألف خير.